يسعد صباحك استاذ. بدنا نعرف منك احوال الطقس وهل في منخفضات قادمه؟ هلا بدايه رح اقول صباح الخير بالنسبه لك. يسعد صباحك. السوريه بالنسبه لاحوال الجو المتوقعه والسائده خلال الايام القليله القادمه، نحن عم نتاثر بانخفاض ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم يترافق بتيارات جنوبيه غربيه بطبقات الجو العليا. بشكل عام كانت ذروه الارتفاع نتيجه الكتله الهوائيه الحاره اللي تاثرنا فيها من يومين، هي امبارح واليوم، والحرارات اليوم بتضل اعلى من المعدل تقريبا من 3 الى 5 درجات مئويه في اغلب المناطق باستثناء المنطقه الساحليه في عليها انخفاض لليوم. تكون الحرارات حول المعدل او اعلى بقليل. الاجواء بشكل عام عم تكون اجواء حاره بين الصحوه والغائمه جزئيا، مع فرصه لهطل زخات عشوائيه من المطر باجزاء من المنطقه الشماليه الشرقيه وخير في المنطقه الساحليه خلال ساعات الليل والمساء. الاجواء السليميه المبره بتضلها بالمناطق الشرقيه بالباديه السوريه باجزاء من المناطق الداخليه. الاجواء السليميه كانت امبارح موجوده باجزاء من بعض من المناطق الداخليه خلال ساعات نهار امبارح وبتستمر لليوم، مع رياح عم تكون غربيه لجنوبيه غربيه معتدله السرعه وهبات بتتجاوز ال 75 كيلو متر بالساعه باغلب المناطق. والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج ودرجه حراره مياه البحر 23 درجه مئويه. هلا من نهار بكره بتبلش الحراره تنخفض باغلب المناطق لتصبح حول معدلاتها او اعلى بقليل، باستثناء المنطقه الساحليه بتكون الحرارات تقريبا على المعدل او اقل من المعدل بشوي، والاجواء الربيعيه المعتدله بتكون هي سيده الموقف بين الصحوه والغائمه جزئيا بشكل عام، مع فرصه ان شاء الله لهطول سقطات عشوائيه رعديه من المطر فوق المنطقه الساحليه. والاجواء التديميه المغبره بتضل بالمناطق الشرقيه والباديه السوريه. نعم، في منخفضات الايام القادمه استاذ حسان؟ يكرم عيني. ممكن يصير منخفضات بارده يعني؟ لا، رح تستقر الاجواء من نهار الثلاثاء. المنخفض اللي بدنا نتاثر فيه هلا نحن عم نعيش منخفض اجواء لامتداد ضعيف لمنخفض خماسيني في اغلب المناطق، بيؤدي لها طولات مطريه مثل ما ذكرت باجزاء من المنطقه الساحليه خلال ليله بكره، باجزاء اليوم من القلمون والمناطق الجنوبيه الغربيه نتيجه الامتداد الضعيف لهيدا المنخفض. نهار الاثنين رح تكون الفرصه بالمناطق الشرقيه وبالمنطقه الساحليه، وتستمر الاجواء الربيعيه المعتدله، يعني تختلف الاجواء ما بين اليوم وبين بكره بالنسبه من اجواء حاره لاجواء ربيعيه معتدله. طيب استاذ حسان، بشكل عام يعني نحن عم نلحظ كل اسبوع او كل اسبوع يعني اسبوعين تقريبا عم تختلف حالات الطقس، والمنخفضات تقريبا عم تيجي وطبعا عم بتكون اكثر على المناطق الشماليه او الشرقيه او حتى الساحليه اكثر من العاصمه دمشق والمناطق الجنوبيه. بشكل عام لايمتى رح يستمر هيك؟ هل في حاله واضحه ولا صعب نحدد ايمتى رح يدخل الصيف نظامي؟ هلا بشكل عام التنبؤات الجويه واحوال الطقس في الجزء الاخير من الفصل الربيعي كانت كثير متغيره، وتقلبات جويه كانت كبيره جدا نتيجه تغيرات بالحاله الجويه ونتيجه حالات عدم استقرار عم تجي خلال فترات زمنيه قصيره تؤثر على اجزاء من البلاد، وتحديدا عم تتاثر بمنخفضات عم تكون سطحيه مثل باقي المنظومه المحيطه فينا عم تتاثر بتقلبات جوية، إن كانت منخفضات من الجنوب الشرقي أو منخفضات جنوبية تؤثر على أجزاء من البلاد. هلا بشكل عام حالة استقرار مطلق بالطقس حتى منتصف هذا الشهر غير موجودة، استقرار مؤقت أو آني. الأجواء بتستقر من الثلاثة وبترتفع الحرارة بشكل تدريجي لحتى تكون نهار الخميس أعلى من المعدل من 3 إلى 5 درجات وأجواء حارة. بالمطلق يعني ما في هلا استقرار حتى منتصف هذا الشهر تقريبا بإذن الله تعالى. أول الأجواء إلى أجواء مستقرة في أغلب المناطق، والدخول الفعلي لفصل الصيف هو من 21 حزيران هلا بالأيام الأخيرة من فصل الربيع، فبتضل تتأثر بمناخ أو بطقسة بطقس فصل الربيع، وهيدا بالعاده يكون أنه طقس الربيع في النهاية قريب جدا من فصل الصيف في الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة. نعم، بتشكرك أستاذ حسان المتنبئ الجوي، شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا إياها.